السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي عزيزاتي أحبائي جميعا. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع مقداد. موجة أخرى عملية إرهابية جبانة في تونس، ولكن تونس متاعنا احنا تونس باقية رغم محاولة الالتفاف على الحقيقة ورغم كل مظاهر التعثر لمنظومة كاملة لا تستطيع أن تعقد ندوة صحفية واحدة لتقول الحقيقة. عندما تكون أنت في حالة ارتباك وتخبط، أكثر شيء يمكن أن يوقظ مضجعك لأنك غير صادق هي ندوة صحفية لا تحتاج إلا وسوى الورقة وقلم شوية وقت صحفيين أمامك، ثم تعطيهم لست بحاجة لتؤلف رواية، لست بحاجة لتستنبط فكرة، أنت ستسرد الوقائع، ستعطي الأسماء والأرقام وعدد الضحايا، ولست بحاجة لأكثر من ذلك إطلاقا. أما إذا كنت تفكر في خلاف ذلك وعكس ذلك وأن تلبس تلك الجريمة الإرهابية لبوس آخر وتعطيها تشوف إيش مش تعطيك في عالم السياسة، أنا ذاك يمكن أن توخر الدفينة تاع شخص جاهز باش يدفنوه، توخر نهارين. كذلك الندوة الصحفية يمكن أن تتأخر ليومين كاملين. دعوني بداية أرحب بضيفي من باريس عبد الباقي فتحي المناضل والمعروف. مرحبا بك عبد الباقي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ مخداد، ومرحبا بالزيتون المقاوم وبمشاهديك الكرام. شكرا لك. تعال سي عبد الباقي والسادة المشاهدين، تعال نشوف زيارة بن علي إلى مدينة جربة. تعال شوف ريتش وزير داخلية في تاريخ تونس تحظى زيارته بهذه الهالة الإعلامية. شوف عدد الكاميرات، شوف المونتاج كم استغرق، شوف الأفكار، شوف الأماكن اللي زارها، شوف المشاهد المتنوعة، شوف التحية ثم التحية ثم التحية تاع شخص فاتح، تاع إنسان فتح مكانا، تاع إنسان انتصر في حرب. شوف الصور ساعة خلينا وبعدين توجه الكلام، ننطلق من الطائرة. اي نعم اكثر من رئيس جمهورية. اي نعم هكذا زاد. اي نعم سلم الله قريت. اي نعم انجازات. اي نعم انجازات نفخر بها، انجازات نفخر بها. هذيك الصداقة، هذيك شنو معناها تقسيم الكعك على قاعدة. هذك هو يعني مجرد صديق. عندما تكون صديق لقيس سلوبودان ميلوزوفيتش يمكن أنك تولي وزير داخلية، لا سيفي ولا عندك خبرة ولا نعرفوك ولا عندك قيمة ولا قدر في بلادك ولا نسمع بيك لا في سجل المقاومين ولا سجل المناضلين ولا حتى شيء. اي نعم مش عارف عاد يفهم توش قاعدين يفسروا لي ولا. اي نعم. شوفوا السيارات، شوفوا الحشود، شوفوا السيارات وشوفوا الحشود وشوفوا الرجال اللي قايمة بكري تحجم في الحيها باش تقابل الفاتح العظيم. الدرون والعالم الكل. هذايا عنده جميعتين في وزارة الداخلية حبوا يوروهم له الكل. اي نعم. هذه الصور وهذه المشاهد، خلينا نعلق على هذه. وكأني عبد الباقي نخشى من هذا السيناريو، هذا سيكون رئيس، هذا المتطرف، هذا الاستئصالي، هذا رجل الفضيحة اللي قال ما نعطيش، عندما كان والي تونس قال ما نعطيش ترخيص لجماعة ذوكم باش يعملوا تظاهرة احتجاجية معناها سلمية بالمايكرو. قال لي أني نعرف ما نعرفهمش إيش مش يقولوا، فيلزمهم يعطوا سبيتش قبل والشعارات والعناوين
واللي مش تكتب على المنصة كله مسبقا حتى يرخص لهم. هذا نخشى من هذا السيناريو أنه هذا سيكون رئيس الحكومة في المستقبل، وأمام العجز البين الواضح والحالة الصحية المتردية، والسيد اللي عايش على الحراش وما هوش عيب أما من نجمش يكون رئيس جمهورية، يعني هذا سيكون يهيئ له مكان بن علي متاع المستقبل الاستئصالي المجرم. شو رأيك في هذا السيناريو؟ شكرا أستاذ مقداد. أولا قبل ما نعلق على معناها الصور، نحب نترحم على أرواح الأمنيين الشهداء الذين سقطوا أبرياء، وكذلك المدنيين الذين سقطوا والذين لا نعرف إلى حد الآن بالضبط شنو اللي صار. معناها نحب نوجه رسالة أيضا لعائلاتهم ومواساتنا كمواطنين بالخارج، وبصفتي كمناضل حقوقي منذ سنوات متابع الوضع بلادي ومهتم بوضع بلادي. ثانيا، النقطة الثانية هي نحب ندد بصفتي كمواطن ونمثل العديد من المواطنين المعارضين للانقلاب واللي داعمين لجبهة الخلاص الوطني في الخارج، نحب ندد بهذا العمل الإجرامي الجبان اللي معناها يعتبر عمل إرهابي فيه اعتداء على مواطنين عزل وأبرياء، فيه أمنيين يعني أبنائنا سقطوا شهداء إن شاء الله ربي يرحمهم، وفيه أيضا اعتداء ممكن لإرسال رسالة إلى العالم أن تونس أمنها غير مستقر وأن الإرهاب ما زال معشش فيها، وهذا مش يضر المؤسسات الاقتصادية وخاصة السياحة اللي هي تمثل جزء كبير من الاقتصاد الوطني. وهذا يعني نتمنى أن الرسالة هذه معناها ما تصيرش، ولأن فيه مئات الآلاف من العمال الذين معناها يعيشون من هذا العمل، وفيه تجار وفيه وكالات سياحة وفيه نقل إلى غير ذلك. لذلك نتمنى أن يعني بلادنا يواصلوا السياح يجوها ويعني يزوروها، وتواصل الشركات والمؤسسات والفنادق تعمل معناها بنسق أحسن.